حياكم الله. تفضل يا مرحبا. امير برايفت من الكويت، طبعا نعطيكم لمحه تعريفيه عن الشركه. احنا شركه كويتيه قطريه، ونتميز في منتجاتنا واللي هو الاكثر مبيعا للعود بالعمر. العود معروف عندنا ومشهور، طبعا ميزته انه ما يحترق في النهايه، يعطيك ريحه العود الطبيعي. هذا المنتج الاكثر شهره ومبيعا عندنا في الشركه، بالإضافة إلى مجموعة من العطورات اللي هي التوب سيلر في الشركة، اللي هو عندك اللي هو عطر رزة. عطر رزة طبعا من أقوى العطور مبيعا وثبات وتركيز، في 5% زعفران مع العنبر والورد الريفي. هذا العطر احنا تميزنا فيه في الآونة الأخيرة، وكان الأكثر إقبال عليه من الزباين، وثبات وتركيزه العالي، ويتميز أنه بعد يونيسكس رجالي نسائي. بالإضافة إذا تحبون من عطوراتنا المميز اللي احنا تميزنا فيها في الفترة الأخيرة، اللي هو عطر سمو الأمير. عطر سمو الأمير هذا العطر عبارة عن عطر مع بخور، هو دهن عود مع بخور. هذا احنا نسميه عطر المناسبات، بحيث ان الواحد يستغني فيه عن البخور، ما يتبخر، اللي يحطه ما يتبخر، وريحته وايد حلوة وثباته عالي، بالإضافة لأنه شتوي وحق المناسبات لو حتستخدمه في الصيف. عندنا مجموعة من العطورات بعد اللي نتميز فيها، من ضمنها بعد عندك هذا البوكس. عندك هذا البوكس اللي تميزنا فيه في الفترة الأخيرة، في عبارة عن 4 عطورات من مختارة من عطورات التوب سيلر في الشركة، تناسب لذة كهدية وايد حلو، سعره مناسب للجميع، اللي هو عبارة عن 4 عطورات كلها سعره 500 ريال. في عندك مجموعة من المرشات، هذيل المرشات طبعاً مشاركين الحين في معرض الدوحة التجاري. معرض الدوحة التجاري اللي هو خلف السيتي سنتر في أرض المعارض، ورقم البوث VIP5. الى المنتجات العطور والبخور، عندنا العود السوبر الهندي، عندنا بعد هذا العود اللي هو حق استخدام يومي اللي هو الكودي موري، وعندنا هذا بعد حق استخدام شخصي الموري السوبر، بعد ريحته وايد حلوه ويعتبر من النوادر هذا العود. يرجى من الجميع الالتزام بلبس الكمامة على الأنف والفم.
والمحافظة على التباعد الاجتماعي. سلامتك هي سلامتي. It is our pleasure to welcome everyone to our exhibition. Please wear a mask. Keep a safe distance. It is our pleasure to welcome everyone to our exhibition. Please wear a mask. Keep a safe distance. مرحبا بكم في معرض الدوحة التجاري. نلفت انتباهكم بحسب تعليمات وزارة الصحة، يرجى من الجميع الالتزام بلبس الكمام على الأنف والفم والمحافظة على التباعد الاجتماعي. سلامتك هي سلامتي. مرحبا بكم في معرض الدوحة التجاري. نلفت انتباهكم بحسب تعليمات وزارة الصحة، يرجى من الجميع الالتزام بلبس الكمام على الأنف والفم والمحافظة على التباعد الاجتماعي. سلامتك هي سلامتي. It is our pleasure to welcome everyone to our exhibition. Please wear a mask. Keep a safe distance. It is our pleasure to welcome everyone to our exhibition. Please wear a mask. Keep a safe distance. Gracias.
ابشري بعد هذه هديتكم امير برايفت من الكويت، اي شيء تبونه محلكم، زورونا باي وقت. حياك، اهلا وسهلا فيك. تفضل يا شيخ امير برايفت.